هذا يسأل عن سؤال تكرر، وهو حجز المكان في المسجد. قلنا حجز المكان لا يجوز لأن المسجد لمن سبق، ولكن إذا كان إنسان جالس في المسجد وعرضت له حاجة بيروح يتوضأ ويرجع، ولا يجيب المصحف ولا يجيب كتاب، عرضت له حاجة قريبة، فلا مانع أنه يحتجز مكانه، لأن الذي في المسجد إذا قام من مكانه ثم رجع إليه هو أحق به لأنه سبق إليه. نعم.